فاكرين حالة حسن اللي كان عمره 5 سنوات وكان محتاج لعملية عشان يقدر يمشي ويتحرك؟ الحمد لله جمعية رسالة نور على نور لمؤسسة الإعلامي الراحل أحمد فراج قدروا يعملوا العملية بالاشتراك مع واحد من الناس بتكلفة 16,000 جنيه، وهو لسه محتاج 40,000 جنيه عشان العملية التانية. ياريت الناس كلها تتبرع له على حساب المؤسسة عشان نقدر نساعده إن شاء الله. شوف التقرير. كان ابني كان اتولد توأم، واخوه توفى وهو نزل عنده ضيق في التنفس، وبعد كده وديناه لدكتور مخ واعصاب، قال ان هو عنده صرع تقلصي. وديناه ولفينا بيه كتير، والدكاتره قالوا ان هو هيمشي برضه ما مشيش. رحت برنامج واحد من الناس وودوني للدكتور، الدكتور كشف عليه وقال ان العيل عنده شلل دماغي تيبسي بالاطراف، محتاج لعملية ب16,000 جنيه وعملية تانية ب40,000 جنيه. اتكفلت بينا جمعية رسالة نور على نور بتعاون مع واحد من الناس، وعملوا له أول عملية ب16,000، بس احنا لسه دلوقتي حاليا محتاجين طبعا لسه، لأن العيل محتاج عملية تانية ب40,000 جنيه عشان يقدر يمشي ويتحرك وكده ويبقى إنسان طبيعي زيه زي أي طفل. انا بشكر كل واحد اتبرع للحالة دي، وانا بجد يعني مبسوطة ان ابني بدأ في علاجه، لان انا حسيت ان في امل، لسه في امل ولسه في خير في الدنيا.